لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك بل بما يحدث وراء ظهرك. صباح الوفاء والكلمة الطيبة، ويسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صباح سوري، ومع أمنياتنا لكم بيوم سعيد. بنبدأ مشوارنا الصباحي بأبرز العناوين. مشوارنا الصباحي لليوم رح نبدأه سوا مع قرار حول إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، ثم مع اليوم العالمي للصحة النفسية، ومنها إلى الأخبار الرياضية، والختام مع سؤال الحلقة ودور الزوجة في الحفاظ على الأسرة خلال الأزمات المالية. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على حياة الأفراد بشكل أو آخر، وكثير من السوريين تأثروا سواء بفقد أعمالهم خلال فترة كورونا أو الخسائر اللاحقة. سؤال حلقتنا لليوم عن دور الزوجة والأم في الحفاظ على تماسك أسرتها خلال مرورها بأزمة مالية. طبعا للمشاركة بالتجربة وبالرأي بتقدروا تزوروا البث المباشر لقناة حلب اليوم على اليوتيوب، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. حكومة لبنان تعمل على تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد، والقافلة الأولى ستنطلق بعد عدة أيام باتجاه سوريا. حالة توتر وخوف بين اللاجئين السوريين في لبنان من المصير المجهول وبعد دخولهم الأراضي السورية بوجود الأسد. مشاهدينا دعونا نتابع المادة التالية. مشاهدينا ومننتقل إلى اسطنبول مع قصة شاب سوري كان بطريق اللجوء إلى أوروبا، لكنه تعرض لاعتداء جسدي لأنه قرر الدفاع عن فتاة سورية. تفاصيل أكثر مشاهدينا، نتابع التقرير التالي. طلعت هيك من وراي شي 30-40 واحد كلها شايلة بواري وعصايات وتركض علينا. ما قدرت هيك وراي إلا كانوا هن وراي. أجاني صواب هون ورا إذني مباشر، أنا مباشر طبيق بالأرض. الحمد لله ماني ندمان على الشيء اللي سويته يعني. يعني نحن أهل ناموس وأهل شرف، يعني الشعب السوري عامة، أي بنت إذا مو سورية يعني الشيء صار عليها قدامنا نحن ما نقبل الشيء هذا. أنا الشاب محمود الخابور من مدينة الرقة. أنا حطيت فكرة ببالي إنه أطلع على أوروبا من الضغوطات اللي في العمل من الغلاء، فشلت حالي وطلعت. تعرفت على أصدقاء باسطنبول، طلعنا كلياتنا سوا مجموعة سوريين تقريبا شيء 10 أشخاص. فالعالم كله تعرف وضع النهر، نقطع نهر تنفوت على الغابات التركية. كنا مجتمعين أنا وأصدقائي قاعدين عم نستنى مشان يصير وقت مناسب مشان نقطع على الطرف الثاني. فكان في مجموعات من كل الجنسيات، فكانت تنظر علي عائلة بنت متواجدة، بنات اثنين وأطفال اثنين ومعهم شاب صغير. فنظرت علي، طلعت على البنت، اجت لعندي، سلام عليكم السلام، قالت لي سوريين، قلت لها سوريين، طلبت مني مي. فشلت مي، أنا معنا كلياتنا مي وفي مي زيادة. قلت لها أنا طبعا قبل ما تجيني كان في 4-5 أفغان مجتمعين فوقهم، يعني قلت لها ايش بدهم منكم الأفغان؟ أولا نحن مقطوعين من المي مشان خاطر الطفل، إذا بتعطينا مي. قلت لها تكرم عينك، شلت معي بيدوني 5 لتر، أعطيته
قال والله كانوا بدهم يبيعونا بدون مثل هاي ب50 يورو الافغان اللي كانوا عم يضحكوا هن وياهم. اعوذ بالله، يعني احنا النخوه كلياتنا اهل، يعني ان كانت من الشام ولا من اي محافظه تكون، حتى اذا ما كانت سوريه يعني. فشلت المي وعطيته مع طفل صغير معه قنينة صغيره بصدره، عبيت له اياها كمان، حطيت ايدي على راس الطفل قلت له شو اسمك؟ قال لي اسمه بشر. انا ابني اسمه بشر، انا صار لي شهرين يعني باسطنبول المنطقه الحدوديه عم احاول ما شفت ابني، فذكرت ابني والله قلت له اذا بدك اكل بعطيك اكل. ما ردت اكل المراه، اخذت ابنها او اخوها بكون ورجعت قعدت مكانها. فرجعوا اجوا الافغان صاروا يطلعوا علينا بنظرات حقوديه، يعني انه شلون احنا اعطينا مي للبنت. رجع هو عم يسحب تليفون البنت غصبا عنا، فالبنت ما عطت ضبت ايدها هيك، فصار يحط ايده على كتفه على خصره انه يسحب التليفون غصبا عنه. فقمت انا ومعي شاب كان معي من درعا، هو قمنا لعنده قلنا له ايش بدك منه؟ طبعا متحاكى باللغه التركيه، هن ما يفهموا لغتنا العربي ولا نحن نفهم لغتهم الافغانيه. فصار يقول لي بالتركي انت خربت شغلنا. انت شلون خربت شغلك يعني؟ انا ما قربت عليك. قال لا انت اعطيت مي للبنت هاي، انا كنت ابيع اياها بيع، انا هذا شغلي. قلت له رجع التليفون للبنت، هون طبعا كان ساحبه، قال مو شغلتك هي مجموعتي. فاخذت التليفون منه غصب عنه ورجعته للبنت. فهون ضربوا صديقي رموه على الارض، قمنا نتكاون نحن، يعني هن كانوا شيء 3-4 بوجهنا، ونحن كمان يعني كان معي شباب شيء 3-4 عم نتقاتل نحن وياهم بالايدين. فضربوا صديقي بالمجداف تبع البلم اللي نجدف فيه بالمي، طلعت هيك من وراي شيء 30-40 واحد كله شايله بواري وعصايات وتركض علينا. فانا قلت للمعي كان معي اولاد 2 صغار 15-16 سنه، قلت لهم انهزموا طلعوا على الطريق العسكري، الطريق العسكري كثير قريب. من طلعت على الطريق العسكري مباشر يسحبك باتجاهنا في دوريه جيش يعني حرس حدود تركي. فطلعوا الاولاد الصغار، فانا ما ندرت هيك وراي الا كانوا هن وراي. فاجاني صواب هون ورا اذني مباشر، انا مباشر طبيت بالارض صواب، يعني يا بوريد حديد او عصايه سميكه كثير يعني. انا مباشر حسيت على حالي انه صار علي شيء، يعني لساني ما اقدر احكي فيه، طبعا دم ما طلع بس راسي هون انا عم اموت. خلفه علي في شاب درعاوي شاني على ظهره وركض فيني، وصلنا نقطه الجيش حكينا لنا القصه. انا هون لسه ما اغمى علي، لسه يعني صاحي. الجيش اكتفى بس بالصياح من بعيد عليهم، وهن كل واحد راح باتجاه يعني الافغان بين الشجر. انا قلت لاصدقائي انه انا عم يصير علي شيء، يعني انا دم ما في اثار دم، قلت له انا عم اموت يعني عم احس بوجع شيء لا يوصف. اصدقائي قالوا لي تمام لا تحكي كثير رح ناخذك على مشفى. فصديقي في مقطع فيديو مصور قصير شاني على ظهره شاب دراوي الله يجزاه الخير ان شاء الله يا رب والله ييسر امره، تعرفت عليه على الطريق يعني الزلمه ما بعرفه من قبل، شاني على ظهره يركض فيني ركض لاول ضيعه، ظل راكض فيني الزلمه لو وصلنا اول ضيعه مسك سياره وصلوني على مشفى اسمه باشاك شهير. المشفى اكتفت بس بالتصوير، طبعا ما بذكر شيء، كان مغمى علي من بعد ما شالوني. الشباب حكوا لي قالوا نحن ما رح نقدر عليه لانه معه كسر بالجمجمه مكان الصواب هون ورا اذني، ومعه نزيف داخلي بالمخ. نقلوني على مشفى اسمه باقركوي داخل اسطنبول. طبعا انا 10 الظهر اكلت الصواب، الساعه 11 بالليل توصلت مشفى باقركوي. دخلت اجروا لي عمليه 4-5 ساعات، طولت العمليه، فتح الجمجمه بالكامل مبين مكان الصور موجوده يعني، حطوني بالعنايه المشدده. طبعا انا هون مغمى علي ولا افطن على شيء ولا بتذكر شيء. صحيت انا بالعنايه في ممر ضفوئي كانت عم تركب لي سيروم او هيك شيء يعني، سالتها شو صار لي؟ قالت لي اليوم صار لك 3 ايام، نهار تصوبت سويتك صارت لك عمليه، اجرت لك عمليه جراحيه بالراس، واليوم صار لك 3 ايام بالعنايه. وهذا الشيء صار معي، هاي القصه كلياتها يعني. فطلعوني اصدقائي الحمد لله بخير وسلامه، خرجني الدكتور. طبعا انا من طلعت على اساس مشلول شلل نصفي من العمليه. الشيء صاير معي، الدكتور رجع قال للشباب المعي ترجعوا توقعوا على اوراق نرجع نجري له عمليه ثانيه. دخل علي الدكتور تاخذني على غرفه العمليات، الحمد لله بقدره الله لما استرفي اليسار ايدين رجليني الحمد لله في حركه، نشكر الله ونحمد، طلعت من المشفى عم امشي على رجليني والحمد لله ماني ندمان على الشيء سويته يعني. يعني نحن اهل ناموس واهل شرف يعني الشعب السوري عامه، والبنت اذا كانت قلت لك قبل مره مو شاميه، اذا بس اكتفت انه سوريه او اي بنت حتى اذا مو سوريه يعني الشيء صار عليها قدامنا نحن ما نقبل الشيء هذا. بس في شغله انا هي المزعوج منها وانوه عليها، على اهلنا السوريين لا يبعثوا بنات لحالهم، يعني يبعث بنت لحالها مثلا خطيبه عم يستناها او جوزها او عائلته، عم يبعث معها طفل عمره 15-16 سنه عم يقول لك بعث معها زلمه، يا هذا الطفل هو بده مين يعينه يعني. انا صارت معي قبل هالمره اكثر من بنات شفتن على الطريق يعني، يعني بيسدوا حال علينا امانه. فنحن انا مرتين مسكت باليونان، المرتين مسكت من ورا البنات. رح ترجع تحاول مره ثانيه؟ لا والله ما ضل فيني احاول، انا الدكتور هلا اقل شيء منعني قال لي انا بشتغل بالديكور والانشاءات، قال لي الصوت الضجة ريحة العطر العصبية أقل شيء 6 أشهر ممنوع من الحركة. يعني أنا شفت عمليتي صار معي فتح بالرأس كامل، جمجمة كله فتح هو يعني 40 يعني مبين عندك الصور مصورة من هون لهون كاملة يعني.
فالدكتور مناني حتى من الحركه يعني او السفر، انا لما طلعت من اسطنبول اساس اجي تعرف من اورفا لاسطنبول مسافه بعيده بالسياره، قلت له اساس اصدقائي طلعوني بطياره، قال ممنوع ما بتحمل راس وضغط الطياره بصير علي شيء يعني، فجابوني بسيارات خاصه نقلوني، ريحنا بمدينه قونيا ورجعنا ريحنا بمدينه ميرسي، رجعوا جابوني لاورفا توصلت لهون. فهلا ما ضل فيني احاول لانه شيء شفت الموت يعني، وعندي شفت اطفالي تسوى الدنيا، انا عندي 3 اطفال الله يخلي اطفالكم ان شاء الله يا رب. طبعا اكيد بنتمنى السلام والشفاء العاجل للشاب، واكيد ان شاء الله الله يحمي كل السوريين يعني وما يتعرضوا لمثل هي المواقف. طبعا مشاهدينا فاصل وسنواصل طبعا فقرات حلقتنا لليوم، ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان عن دور المرأة في الحفاظ على أسرتها حين تعصف بها أزمات مالية. للمشاركة بتقدروا تزوروا البث المباشر لقناة حلب اليوم على اليوتيوب، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. اليوم بيصادف هو اليوم العالمي للصحة النفسية، والصحة النفسية للفرد بتساعده على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات مما يشكل العالم الذي نعيش فيه، فهي بذلك حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن الممكن أن تتأثر الصحة النفسية في الحروب بشكل كبير. مشاهدينا نتابع المادة التالية. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدني رحب بالأستاذ صلاح الدين لكة، مختص ومشرف في الصحة النفسية. يسعد صباحك أستاذ صلاح، أهلا وسهلا فيك. أستاذ صلاح صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
اهلا وسهلا. سامعينك استاذ صلاح، يعني هو اليوم العالمي للصحه النفسيه، بدايه لو تخبرنا ما هي الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الى حدوث خلل في الصحه النفسيه للانسان؟ شكرا للاستضافه والاهتمام بتخطيط هذا اليوم العالمي للصحه النفسيه اللي هو بيجي بعنوان اليوم العالمي للصحه النفسيه اولويه للجميع. بدايه بس نحكي على قضايا انسانيه ونفسيه، صعب انه نقول في سبب واحد، ضروري نحط هذا الموضوع ببالنا. مجموعة من العوامل تتضافر مع بعضها تؤدي إلى مشاكل أو اضطرابات في الصحة النفسية. طبعاً أهم هي العوامل، خلينا نقول هي العوامل المؤهبة، فترة الحمل والتربية الأولى المبكرة، الطفولة المبكرة والوراثة بتلعب دور، هي مؤهبة تؤهب لحصول اضطرابات. تتضافر لاحقاً مع ما يسمى العوامل المعجلة، أو يعني خلينا نقول التي تطلق الاضطراب النفسي، بيصير حدث معين، مشكلة معينة، تهجير، تجربة تعنيف أو تعذيب أو اختطاف أو مشاهدة تهديد للحياة، حياتنا أو حياة من نحب. هدول إذا تضافروا مع بعض قد يطلقوا الاضطرابات النفسية. آخر شيء ما يسمى العوامل المديمة التي تديم المشكلة النفسية أو الاضطراب النفسي. لاحظوا هدول ثلاث عوامل ضروري تضافرهم لحتى يصير عن اضطراب نفسي. هلأ لو كان في عوامل وراثية ومؤهلة ولكن الأسرة كانت حانية والبيئة داعمة والمدرسة داعمة إلى آخره، ليس بالضرورة أنه كل إنسان أسرته فيها اضطراب نفسي أنه هو يصير معه اضطراب نفسي. يعني الموضوع الوراثي عامل من العوامل الكثيرة ولكنه ليس السبب الوحيد. بهذه الطريقة تصاب الناس باضطرابات نفسية. طبعاً الظروف الصعبة الاقتصادية، الأمنية، السياسية، المعيشية، الصحية أحياناً تجعل الناس يصابوا باضطراب ومعاناة نفسية. اليوم الشعب السوري وبعد مرور 10 سنوات على الحرب، لو تخبرنا شو أبرز الأمراض يلي أصيبوا فيها بسبب الصحة النفسية وبسبب الضغط النفسي نتيجة الحرب يلي هن عاشوها؟ طبعاً بلدان الحروب عادة تتطور فيها اضطرابات متعلقة بظروف الحرب والأزمات، يعني ما يقصد بها كانوا المرتبطة بالضيق النفسي والحزن والاكتئاب، إضافة لقضايا مرتبطة باضطرابات ما بعد الصدمة، أن الناس لأنه شافوا أهوال منها إخفاء لأحبابهم أو اعتقال أو قصف أو قتل أو مجازر إلى آخره. ففي اضطرابات تسمى اضطرابات ما بعد الصدمة، الإنسان شاف شيء يفوق قدرته على الاعتقال. طبعاً اضطرابات المشاكل النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين كمان شائعة، مشاكل العلاقة بالنفس جسدي، يعني مثلاً الأمرأة أو الرجل يكون عنده آلام جسدية بيروح على الأطباء والعيادات يقولوا له ما عندك أمراض جسدية. هلأ قليل اللي بيخطر باله يقول له روح على طبيب أو مختص أو مرشد نفسي، ولكن هي المشكلة فعلياً إذا نفينا الأسباب العضوية بتكون نفسية المنشأ. طبعاً السوريين مثل أي شعب آخر لديهم كل الاضطرابات النفسية موجودة بأي بلد، يعني عادةً نسبة الاضطرابات النفسية الشديدة تتراوح في المجتمعات بين 3-4%، بالأزمات تزيد بنسبة 1%، الخفيفة والمتوسطة حوالي 15-20%. فنحن عندنا كل المشاكل في المجتمع والاضطرابات الأسرية والنفسية والمراهقة، ولكن ما يلحظ خلال الأزمات هي اللي ذكرتها متعلقة بالصدمات، مشاكل التربية، مشاكل النمو، مشاكل الأطفال، مشاكل العلائقية بالبيت. الاضطرابات النفسية اللي بتتشكل نتيجة الحروب أستاذ صلاح ممكن مع الوقت نقدر نعالجها ولا بتاخد وقت، يعني خلافاً على غير أنواع من الاضطرابات الثانية؟ حقيقة كل الاضطرابات النفسية يمكن علاجها، وغالبية الاضطرابات النفسية فينا نقول كلهم يعني يمكن تحسن منهم. في منهم بيتعافى الإنسان وما بيبقى عنده أثر، في منهم بيحتاج إنه يواظب على العلاج سواء دوائي أو غيره. هلأ سألتي عنهم اضطرابات متعلقة بالحرب، هي نتيجة الحرب، فإذا الإنسان لم يصب بها لأنه هو في مشكلة، يعني مشكلة مو عنده، مشكلة بالبيئة المحيطة، بالعوامل المحيطة الخطرة، غير الداعمة، تشتت الأسرة، ظروف اقتصادية. فنحن لو قدمنا ما يسمى تدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، يعني لا يكفي حبة الدواء يروح عند طبيب نفسي ياخذ دواء، لأنه مشكلته ليست في جسمه، أكيد في جانب من المشكلة يؤثر على الجسد فبياخذ دواء بيحسن، ولكن في جانب ثاني له علاقة بمحيط هذا الإنسان، بكيف ينظر للحياة، بطريقة تفكيره، بعلاقاته مع أسرته وجيرانه وبلده وبيئته وشغله إلى آخره. فتدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأزمات لا يكفي فيها تدخل فقط واحد طبيب نفسي، نحتاج لفريق عمل
طبيب نفسي، معالج نفسي، سوشيال يعني عامل اجتماعي، وايضا الدعم النفسي الاجتماعي ودعم الاسري والمحيطي والعاطفي والى اخره. فأي يمكن التحسن، وهذا اللي نقوم به بمشاريع الصحه النفسيه والدعم الاجتماعي، سواء التي تقدم للاجئين السوريين بتركيا او بشمال سوريا او باي مكان. يكون في عندنا فريق متعدد الاختصاصات، كل يقدم بحسب تخصصه، وكل يعمل لسد ثغره من احتياجات الناس لتدخلات الصحه النفسيه والدعم الاجتماعي. فأي يمكن علاج اضطرابات الصحه النفسيه كلها بما فيها ناتج عن الخروج. هل هناك إحصائيات عن الحالات المرضية؟ طبعا أنا بقصد الحالات المرضية النفسية يلي تشكلت عند الشعب السوري بسبب الحرب. الإحصائيات التي نعتمد عليها حقيقة هي إحصائيات التي كانوا تعلنها الجهات العاملة في مجال الصحة النفسية. خلينا نحكي هلأ على جزء من سوريا اللي هو شمال غرب سوريا، لأنه بس نحكي على تركيا نحن نتحدث عن يفترض تنشر هاي الإحصائيات وزارة الصحة التركية إلى آخره. فنحن خلينا نحكي على شمال غرب سوريا مثلا كمثال. الجهات التي تعمل بحدود 15-20 جهة منظمة جمعية مديرية بيشتغلوا بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي، هدول شهريا يسجلوا تقارير. فيلاحظ مثلا أنه مثل ما قلت ببداية الحديث، نسبة تصل إلى 3-4% من سكان شمال غرب سوريا عندهم اضطرابات نفسية حادة ويحتاجوا لتدخلات نفسية دائمة. هدول إذا عم نحكي بشمال غرب سوريا 5 ملايين، حسبي قديش نسبة 3-4%، هو رقم كبير. صحيح. ولكن المشكلة ليس غالبيتهم يحصلوا على العلاج لسببين: عدم توفر العلاج والخدمات الكافية لكل السكان أو الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية. النقطة الثانية عدم المعرفة بأنه هذا الشخص لديه مشكلة أو اضطراب نفسي ويحتاج علاج، يظن أو يفسر أشياء أخرى. هلا اذا بشمال غرب سوريا، يعني اذا بنروح لخرائط الخدمه وما تصدره منظمه الصحه العالميه، بنلاحظ انه خلينا نقول بكل شهر في عندنا تعداد خدمات يقدم لنقل 15,000 خدمه صحه نفسيه. ولكن اذا بنروح للاحتياج نلاحظ ان العدد هو اضعاف، يفترض حسب الاحصائيات يكون اضعاف الناس عندهم، اضعاف هذا الرقم عندهم اضطرابات نفسيه. فاحصائيات دقيقه على شمال غرب سوريا كله حقيقه تصدرها مثلا حكومه او جهه كذا لا يوجد، ولكن يوجد ما تصدره كل جهة يتم تجميعه، وبنتيجة عنا استقصاءات أو توقعات منظمة الصحة العالمية أنه في هذا البلد عادة نسبة الاضطرابات النفسية قبل الحرب كذا كانت 3%، بعد الحرب صارت مثلا 4%، فنستقرئ من خلالها لحتى نوصل لأرقام شبه تقريبية ولكنها ليست دقيقة 100%. الأستاذ صلاح الدين لك مختص ومشرف في الصحة النفسية، كل الشكر لحضورك اللطيف معنا بحلقة اليوم. أكيد بدنا نتمنى لك يوم سعيد. أهلا وسهلا. مشاهدينا مكملين فقراتنا لليوم، وبعد الفاصل رح نكون مع آخر الأخبار الرياضية برفقة زميلنا ميسر وإشارات الأسئلة مع أستاذة لغة الإشارة ريهام. مكملين معكم، انطرونا راجعين. مشاهدينا ومرحب معنا بالكابتن ميسر يلي انضم لنا بالاستوديو لحتى يخبرنا على اخر التطورات على الصعيد الرياضي. اهلا وسهلا فيك ميسر، صباح الخير. صباح. شوفي هيك اخبار رياضيه رح تخبرنا هلا اليوم رح نحكي عن انطلاق الدوري الشمالي السوري اللي بدا يوم الخميس الماضي.
كمان في عنا تقرير عن تأهل بالدرجة الثانية بدوري رأس العين، وأكيد بنحكي عن الدوريات الأوروبية. تفضل. شكرا. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. جولتنا الرياضية اليوم رح نبداها من مدينة الباب وانطلاق دوري الشمال السوري الذي انطلق يوم الخميس الفائت، فبحضور والي مدينة الباب ورؤساء المجالس المحلية وبرعاية من منظمة دارنا أقيمت المباراة الافتتاحية والتي جمعت نادي الميادين مع نادي دوما، والتي انتهت بفوز الميادين على دوما بأربعة أهداف نظيفة. وانتهى لقاء الباب وبزاعة بفوز بزاعة على الباب بهدفين للا شيء، فيما حقق جرابلس الفوز على سوسيان بأربعة أهداف لهدفين، فيما انتهى لقاء الكرامة وتدمر بالتعادل بهدف لمثله في ختام مباريات الجولة. بعد خوضهما عدة مباريات في بطولة كرة القدم لأندية الدرجة الثانية، نادي الخابور والعزيزية يتأهلان لنهائي البطولة في مدينة رأس العين شمالية الحسكة. للمزيد خلونا نتابع التقرير التالي. دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في مدينة رأس العين شمالية الحسكة نظمه مكتب الرياضة والشباب على شكل مجموعات، أوصلت ناديي الخابور والعزيزية إلى المباراة النهائية. اليوم قدمنا مباراة كتير كويسة، وأول شغلة رح نشكر فيها التنظيم اللي كان كتير جيد، وبنشكر التحكيم اللي ساعدنا كتير، ساعد الفريقين بالمباراة، يعني قدروا يتمكنوا منها رغم المباراة كانت كتير قوية، ونادي العزيزية نادي كتير قوي. 12 فريقا من مدينة رأس العين وأريافها شاركوا بدوري كرة القدم، انتهت بفوز نادي الخابور بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي العزيزية في مباراة وصفت بالحماسية، تخللها تشجيع وحضور مميز لجمهور الفريقين. المباراة حماسية تقدم فيها نادي العزيزية بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول، واستطاع نادي الخابور بريمونتادا العودة إلى المباراة والفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين. الفريقين قدموا وجبة دسمة للجمهور، وكان الجمهور رائع اليوم وتفاعلات، ونبارك للفريقين وللجمهور على الأداء المقدم من قيل الفريقين. اليوم كانت مباراة نهائية بين العزيزية والخابور، الخابور كان هو المركز الأول والعزيزية المركز الثاني. طبعا نشكر الفرق على المستوى الجيد الذي قدموه، كذلك نشكر الحكام والاتحاد الرياضي في المدينة. حقيقة أيضا كان هناك جمهور طيب في مباراة دوري الدرجة الثانية، كل الشكر لجماهير مدينة رأس العين على هذا الحضور اللافت والرائع. إذن بالتوفيق لجميع الفرق وجميع الرياضيين في الشمال السوري وإلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون برباعية نظيفة مساء السبت وعلى ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل رباعية مانشستر سيتي كل من جواو كانسيلو، فيل فودين، رياض محرز وإيرلينغ هالاند. بهذا يكون رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر. خرج تشيلسي من موقعته مع ضيفه وولفرهامبتون منتصرا بثلاثة أهداف نظيفة وعلى ملعبه ستانفورد بريدج. سجل أهداف اللقاء الألماني كاي هافرت وكريستيان بوليزيتش وأرماندو بروخا. بهذا يكون قد ارتفع رصيد تشيلسي عند الفوز إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر. من جهته استعاد توتنهام هوتسبير توازنه في البريمير ليج بانتصاره صعب خارج قواعده على برايتون بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن الجولة العاشرة. هدف السبيرز الوحيد جاء عن طريق هدافه هاري كين. بهذا الانتصار يكون قد رفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة يحافظ بها على تواجده في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة في جعبته، بينما واصل برايتون نظيف النقاط لثاني مباراة على التوالي وتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس. استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين مساء أمس الأحد في قمة مباريات الجولة العاشرة، وسجل ثلاثية أرسنال كلا من جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكو هدفين، فيما سجل ثنائية ليفربول كلا من داروين نونيز وروبرتو فيرمينيو. بهذا الانتصار يكون قد ارتفع رصيد الأرسنال إلى 24 نقطة ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط
في المركز العاشر. عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ميدان مضيفه إيفرتون بهدفين لهدف مساء أمس الأحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك. وسجل ثنائية مانشستر يونايتد كلا من أنتوني وكريستيانو رونالدو، بينما سجل هدف إيفرتون الوحيد أليكس أيوبي. بهذه النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر. من إنجلترا وإلى إسبانيا، فقد حقق ريال مدريد انتصارا بهدف دون رد خلال مواجهة خيتافي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا. وقف على ملعب الأخير كوليسم ألفونسو بيريز، وسجل مدافع البرازيلي ميليتاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة. بهذا يكون قد رفع الميرينجي رصيده إلى 22 نقطة في ثاني ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز السادس عشر. حقق برشلونة انتصارا بهدف وحيد وخلال مواجهته سلتا فيغو مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليغا والتي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو. هدف المباراة الوحيد سجله بيدري في الدقيقة السابعة عشر، وبهذا الانتصار يكون قد رفع برشلونة رصيده أيضا إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر. أخيرا ومن إسبانيا إلى ألمانيا، فتعادل جنوني قد حسم موقعة الكلاسيكو الألماني. خطف بروسيا دورتموند نقطة ثمينة بتعادل درامي في الوقت القاتل مع بايرن ميونخ بهدفين لكل منهما مساء السبت وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني. تقدم الفريق البافاري بهدفين عن طريق ليون غوريتسكا وليروي ساني قبل أن يسجل يوسف موكوكو وأنطوني موديست هدفي التعادل. وبهذا التعادل يبقى بايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، يليه دورتموند رابعا بفارق الأهداف. لهون بنوصل معكم مشاهدينا لنهاية أخبارنا الرياضية اليوم، وبنرجع لعند آلاء وبنتابع فقراتنا الصباحية. ميسر، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا، ومن الأخبار الرياضية بننتقل إلى حالة الطقس بسوريا لليوم، بنتابع سوا. مشاهدينا، ومننتقل للأستاذ ريهام ولغة الإشارة طبعا يلي محضرت لنا إياها اليوم. صباح الخير أستاذ ريهام. صباح الخير ونهاركم سعيد إن شاء الله. أهلا وسهلا. كيفك ألاء؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. صرنا عم ننتظر فقرتك كل أسبوع، فان شاء الله الكل يستفيد، وانا جد متحمسه ومبسوط انه في حماس من جهتي. شكرا كثير للقناه حلب. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شو محضرتينا لليوم ريهام؟ اليوم علامات الاستفهام، وكل علامه استفهام عليها مثال. تفضلي. كيف ممكن نحكيها؟ نفوت مباشره عشان يكون اذا صادفنا شخص اصم نتواصل معه بكل سهوله ان شاء الله. تفضلي. تمام. أول إشي رح نبلش، أول علامة استفهام إذا لاحظتوا هيك علامة الاستفهام نرسمها بإيدنا بإصبع واحد أو بإصبعين، علامة السؤال. نيجي نحكيها كيف، إشارة كيف، كيف بنستخدمها دائما، كيف عملت هيك أو كيف صارت هيك. نيجي نحكي مثال، انتبهوا هاي كلمة مثال. مثال يعني نيجي نحكيها زي النصيب. كيف حالك، انه كيف تمام، هاد كله بنعملها تمام الامور. كيف حالك او كيف الصحة، الصحة بنمسح على جسمنا انه منيحة، وانتبهوا ما تشدوا ايديكم انه رح تتوجعوا، فبخفية. كيف الصحة، انه انا حتى مش مسكرة ايدي. كيف العمل، الشغل، يعني إذا كنه هذا حامل إشي عم بدق فيه. كيف
العمل، شو مكان الوظيفة أو شو تشتغل، هاي رح نقدر بعدين. كيف العمل للصم ممكن يجي يحكي لك كيف أساعدك، يعني أحط إيدي بإيدك شوف كيف هيك أساعدك، كيف أساعدك. هلأ بنطع الجهة الثانية بنروح شوف كيف هيك، بتغير الموضوع بتحط الموضوع الأولاني على جنب. إذا أكلنا شو، شوف كيف حكينا دي كيف، لفناها إيدا كام، هاي شو بدنا نحكي، شو في شو في شو في شو اسمك، اسمك اللي هون كلياتنا بنعرف انه في الموظفين بيكون هون لهم باجه هون، شو اسمك. الملكيه اخذناها الاسبوع الماضي الملكيه عشان نضمهم مع بعض، شو اسمك او شو اسمه او اسمها اي اشي. شو بتعمل، اذا لاحظتوا عندنا الوظيفه هيك عملناها او الشغل، وشو بتعمل يعني اي شيء بتشتغله، مثلا تيجي تحكي شو بتعملي بقول لك بطبخ او بدرس. شو صار، شوف كيف عشان نحفظها، هاي علامه سوريا، علم سوريا بالعرض والنجمتين، شوفوا كيف ايدي كيف هيك هيك عشان بوضحها اكثر، احاول هيك سوريا، هيك كهرباء. فعشان نحفظها منيح شو صار، شو صار او شو اسوي او شو اعمل، شو في شو في اخذناها، حكيت لكم اياها شو في شو في، انه رياكشن وجه مهم دائما، ايماءات الوجه اجي اقول لك شو في مبسوط، لا شو في، هاي لحالها بتعبر لحالها، ممكن نجي نحكي بدون ما استخدم ايد شو في. بعديها لماذا، هلا لماذا عند الصم كلها سبب نحكيها، ايدينا هيك، هاي ايد هيك وهاي ايد لفوق ندخلها هيك، السبب شو السبب او بسبب او عشان، رح تكون علامه الاستفهام والجواب نفس الشيء. سبب انت اتأخرت عشان تحفظوا الكلمة، دائما أنا بشتغل بشمال رح اشتغل باليمين، هلأ الساعة هون موعدي على الساعة 12 أجيت 12:05 هيك متأخر، أو مثلا شو السبب أجيت مبكر قبل الموعد بخمس دقايق لبرا، شوف إيدي كيف لبرا، متأخر مبكر. أو شو السبب، السبب أنت عطلة، شوف كيف إشارة عطلة كيف، ايدي هون زي اكني قاعد وفيش وراي اشي، عطلة سبب سبب عطلة. ممكن اجاوبك بسبب مريض، كيف ايدي هيك زي اكنه الدكتور بيقيس النبض، مريض اوريدي، هاي مريض معناها من قيس النبض، او بيحطوها انه علي حرارة، نفس الحركة حرف النون مريض. مين مين، إذا كنا ماسكين قلم هيك، مين مين إجا، نستخدمها إجا، مين حرف الجيم يجاوب أو أنا بجاوبك، مين جاوب، مين بسوق. بعديها كلمة وين، ايدنا هون، ايدنا رح نلفها لبرا، وين اذا لفناها لجوا بتصير دائما، فهي ايدك هيك كأنك ماسك قلم طرف اصبعك هيك زي حرف الفاء حكيناها اذا بتتذكروا. مين مين سوري اسفين، وين لبرا، وين وين البيت، وين البيت، ايدنا هيك انا بندق على الباب البيت، وين مفتاح، وين المفتاح. او نيجي نحكيها وين تشتغل،
وين تشتغل؟ متى؟ كيف متى؟ متى؟ تيجي هي من أيام إشارة صبح ليل مع صبح مع بعض نعملها مباشرة هيك هاي يوم هيك متى؟ من وقت أو زمان أو نفس الشيء متى؟ متى الدرس؟ متى الدرس؟ متى بنبلش؟ بنبلش مثال هلأ أنا متى بيبدأ درس أخذناها هلأ لغة حرف اللام لغة الإشارة إشارة هيك نعملها إيدنا قدام نعمل هيك عكس بعض وآخر إشي علامة استفهام حكيت لكم إياها كلمة هل نجي نحكي أنت جاي هل نرسم علامة الاستفهام هي جوابها نعم أو لا ونهاركم سعيد إن شاء الله يومكم سعيد وإن شاء الله يكون الكل استفادوا وانتظرونا الأسبوع الجاي بكلمات جديدة ورح تكون أغلبها جمل عشان نتواصل مع الأشخاص الصم ونعرف عن شخصنا ننتظركم إن شاء الله شكرا لك أستاذة ريهام لكن بس بدي نوه على شغلة ذكرت حضرتك ذكرتي أنه علم سوريا هو النجمتين لكن نحن علمنا هو اللي بيحتوي على ثلاث نجمات هلا علم بعرف علم ثورتنا علم الثورة السورية خلص تمام لأن بعرف أنه إحنا هون السوريين اللي هون كلهم قالوا لنا أنه علم سوريا النجمتين أها علم هو علمنا المتعارف وعلمنا هو علم الثورة السورية ثلاث نجمات إن شاء الله حبيت نوح على هذا الموضوع آسفة على الغلط اللي صار ولا يهمك آسفين شكرا كثير لإلك شكرا لإلك ريهام وأكيد بنشوفك بحلقاتنا الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي بنشوفكم إن شاء الله مشاهدينا سؤال حلقتنا لليوم عن دور الزوجة عندما تعصف بالعائلة أزمة مالية كيف تحافظ على استقرار الأسرة للمشاركة بتقدر تزوروا البث المباشر لقناة حلب اليوم على اليوتيوب وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة مشوارنا الصباحي مكمل معكم وبعد الفاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة ابقوا معنا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بآخر فقراتنا لليوم وصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول دور الزوجة في الحفاظ على تماسك الأسرة حين مرورها بأزمة مالية التعليق الأول من نوار رئيف عم بتقول بتكون مخزنة كتير من المونة والفريزر مليانة وجيبتها عمرانة ودائما المرأة بتحل الأزمات تعليق آخر من محمد الخالد عم بيقول سواء كانت أزمة أو لا الزوجة الصالحة هي سند زوجها في الحفاظ على بيتها وأسرتها
تعليق من فادي أبو منذر عم بيقول بعتقد دور المرأة مو بس وقت الأزمة المالية، يمكن إذا هي كانت واعية بالأيام العادية رح يكون إلى دور كبير بتخطي الأزمة المالية من خلال حرصة أو وعية على المدخول. أما تعليق من حسام عز الدين بيقول التفكير بحلول لمساعدة زوجها بمحاولة ضبط النفقات والطلبات وتأجيل شراء ما ليس ضروري. طبعا مشاهدينا اكتفينا بهذا القدر من التعليقات، بيسعدنا نستضيف نور الوتار استشارية أسرية واجتماعية. أهلا وسهلا فيك سيدة نور، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، صباح النور. أستاذة نور، يعني تابعتي معنا التعليقات على سؤال حلقتنا، شو رأيك بالكلام يلي نقال من قبل المتابعين؟ والله ما شاء الله تعليقات كانت رائعة جدا، والموضوع يصب مجمل الحياة وليست فقط الناحية المالية أو الناحية المادية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأزمة الاقتصادية أو المالية هي ابتلاء من الله عز وجل، تلك الأزمة التي تجتاح اليوم أواسط الأرض من المحيط إلى الخليج، هي فترة وستمضي، وهي ليست سوى اختبار من الله عز وجل، فخاصة عندما تكون تمس الأسرة وتمس الزوج بشكل خاص. فما هو موقف تلك الزوجة من هذه الأزمة؟ هذا ما سنتابعه إن شاء الله تعالى. أستاذة نور، طبعا الحفاظ على عاتق الزوجين، لكن المرأة إلى دور مهم. نبدأ أولا بدعم الزوج، كيف تدعم الزوجة شريكة في الأزمة المالية، وخاصة مثل ما ذكرت أنه هلأ أغلب العالم عم بتمر بأزمة اقتصادية. طبعا سبحان الله، الأزمة المالية داخل الأسرة تمس الأشخاص أو الأطراف جميعهم، من الزوج والزوجة والأولاد. الزوجة ليست سوى شريكة، وهي سبحان الله تتشارك معه في الأحزان وفي الأفراح. فالزوجة تعرف وتتميز بوضوح في المحن، تعرف تلك المرأة الطيبة ذات الأصل الطيب والمعدن النفيس في المحنة التي تأتي وتذهب. سبحان الله، لا شيء يدوم، لا المحنة تدوم ولا الأفراح تدوم. كيف تدعم، أو عفوا أستاذة نور، ماذا عن الحفاظ على الأطفال وتأمين احتياجاتهم بما هو متوفر بالبيت؟ يعني سبحان الله، يقول الله عز وجل، نسيت الآية، اللهم صل وسلم وبارك عليه، المرأة لها دور إيجابي كبير في ذلك. فبداية يقع على عاتقها أمر التروي وأمر الهدوء والمصابرة، فهي التي ستدعمه في هذه الأزمة. هل أتي الصوت؟ سامعينك نحن سيدة نور. تمام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بداية تفضلي أستاذة نور، سامعتينا؟ أستاذة نور، أستاذة نور عم تسمعينا حضرتك؟ سيدة نور أنت معنا؟ نعم، تفضلي. على ما يبدو في مشكلة بالاتصال. عندي في الإنترنت. نعم، عندي في الإنترنت. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الزوجة هي المسؤولة الأولى عن تخطي هذه الأزمة، فهي المسؤولة عن مصابرة زوجها وعن إدارة الأزمة بكل حكمة ووعي. قد تكون الترشيد في الاستهلاك وعدم شراء الكماليات في هذه الفترة هي من الدور الأول لتلك الإدارة. أيضاً
الدعم النفسي للرجل فهذه المحنة قد تسبب له القلق والتوتر، وبعض الأزواج عندما يصاب بهذه الأزمة قد يتحول إلى اكتئاب أيضا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. على ما يبدو مشاهدينا في مشكلة بالاتصال من المصدر. أستاذة نور سامعتينا؟ أستاذة نور على ما يبدو فقدنا الاتصال مع السيدة نور. طبعا كل الشكر لها وحضورها اليوم بحلقة اليوم، كان بودنا نحن نكمل الحديث معها لكن للأسف الإنترنت ما ساعدنا. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح سوري، مع أمنياتنا لكم بيوم سعيد. تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.